بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأصلي وأسلم على خير رسول أرسل للناس كافة، فصلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله القائل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الآية 33 من سورة الأنعام. بعدها على طول بيقول: ولقد كذبت رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صدق الله العظيم. الآية 34 من سورة الأنعام. يبقى في الآية 33 من سورة الأنعام بيقول إيه؟ إنهم مش بيكذبوك الظالمون، لكن بيجحدونك وبيجحدوا بآيات الله، والجحد أشد من التكذيب. وبيجحد ماذا؟ بيجحد آيات الله، مش بس بيكذبك. خلي بالك ربنا بيقول ايه في الآية 49 من سورة المائدة، بعدها بآيتين على طول: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ربنا فيها أخرى بقول إيه؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يعني أغلب من في الأرض مش ضال بس، مش ضال هو لوحده، لا مش ضال بس، ده مضل الغير. أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، معناها أن الخيرية قليلة، ومعناها أن الوعي قليل، ومعناها أن المؤمنين قلة. ولذلك هتجد اللي بيكذبوك للصبح يقول لك يعني في إيه أنت، يعني مين اشمعنى أنت، يعني ساعات ما هم قالوا كده للي أحسن منك ومني ومن اللي خلفوني وخلفوا حضرتك، قالوا كده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان رجل من القريتين يعني عظيم، بس ده لا بلاش، ده يعني ده غلبان من عندنا، ده ما انا عارف، مش ده ابن عبد الله وامنه. الله يا ابن ربنا اللي اختار. معلش يعني لو كان رجل من القريتين عظيم. الله يعني انت مش عاجبك يبقى النبي من بيتكم، مش عاجبك يبقى النبي من شريعكم، مش عاجبك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من مدينتك، من بلدك، من قريتك. يقول لك لا، يا ريته كان من القريتين، يعني من الفرس او الروم يجي يحكمنا. شوف الذل، شوف الرغبه في الذل مولوده من امتى، شوف الحماقه، شوف الغباء، شوف التكذيب وعدم الوعي، شوف الحقد، او ده اسمه جحد النعمه. يعني انت يبقى عندك مثلا عربيه رولز رويس مثلا، ربنا يعطينا ويعطيكم يعني، بس مش هيحصل عند الكثيرين فينا لان احنا ناس طيبين وسطاء، لكن لو حصل خير وبركه. فيبقى انت عندك عربيه رولز رويس او طائره جامبو، وبعدين انا اقول ايه؟ يا ربنا يبارك له فيها، لو عندي زيها يبقى جميل قوي. ده اسمه ايه؟ غبطه على ما انت فيه. لكن الحسد ان اتمنى زوال النعمه منك. اقول يعني اشمعنى هو؟ لا يا رب يموت، يا رب يفتقر ويموت وربنا ياخده، ان شاء الله ما يجينيش انا رولز رويس. ده منطق غريب. طب ما تقول ربنا يديله، ويمكن في يوم من الايام تحب تروح تستلف منه او تشحت منه او يتصدق عليك. عقول مرضى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. الايه 10 من سوره الانفال.
بعد ما قاعد اتكلم عن الملائكه والردف واللي ارسلهم وشاركوا معاكم في المعركه، بس اوعى تفتكر ان النص بعده وعتاد، لا. ولذلك في 59 من سور نفس سوره الانفال بيقول لك ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم انهم عدو الداخل وعدو الخارج، وده موضوع اخر. فشوف، فانت مكذب تحكم بما انزل الله، تبقى عندك وعي بقضيتك، بقضيه شرعك، بقضيه دينك، وتستمسك بالعروه الوثقى، تفهم وتستوعب وتقبل حديثنا وتفهمنا وتؤمن بالله ثم تصدق ما نقوله لك. وبعدين ايه؟ سبحان الله القائل والحمد لله القائل، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، الا ان يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله مين؟ مين اللي هينصره؟ ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الآية 40 من سورة الحج. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. 41 برضو من سورة الحج. شوف 42 بقى يا سيدي تخصني. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. 42 من سورة الحج وبس. وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. 44 من سورة الحج بس كده؟ لا. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. 4 من سورة فاطر. شوف بقى 25 من سورة فاطر و 26 بيقول لهم إيه؟ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم. يقول لك يا أستاذ من فضلك صورة كده، ممكن سعادتك مقطع كده اديني؟ يا ابني في حرب وأصول قواعد يا حبيبي اسمع. وبالمناسبة احنا انا قلت لهم في مكتبي يقعدوا بعد فترة كده قريبا يعني يعملوا فلترة للناس اللي عندنا على الفيسبوك، يشيلوا اللي يشيلوه ويسيبوا يعني يسيبوا ان شاء الله يسيبوا 10 15 20 واحد ويستبعدوا لنا الناس اللي مش مستوعبة، مع كل تقدير. ربنا بيقول وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المبين. شوف كذب انت جابله بينات ومين؟ رسول، مش حتة أنيس كاتب مبدع صاحب قلم أو غير مبدع سياسي بني آدم غير مؤيد بجبريل وغير معزز بالتنزيل وليس بمرسل من رب العالمين لو انا. وكذب امال التانيين يبقى مالهم؟ انبياء منزلون مرسلون رسل، مش بس نبي، لا رسول وكيه وقولوا العزم. وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، كذبوهم برضه، كذبوا انبيائهم برضه. من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. البينات يعني الوقائع والحقائق والوثائق. الزبر يعني ايه؟ كتاب. وبالكتاب المنير يعني الحاسم الايه؟ القاسم الفاصل الذي لا مرية فيه. ومع ذلك قال له لا.
يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انت. طب انا هقول لك على حاجه، ممكن تشق لي القمر كده عشان اصدق ان انت نبي؟ قال له انشق القمر، اقتربت الساعه وانشق القمر. لا والله معلش، ده انت سحرتنا. طب ممكن تجيب لنا يعني دليل اكبر من كده؟ ممكن لغايه ربنا ما قال له لو جبت لهم كتاب في قرطاس وتحت دماغهم الصبح مكتوب فيه كده يا ابو جهل اؤمن وصدق محمد، هيقول لك برضه لا معلش مش مصدقك، مع انه ما صدق. ولان ايه اللي هيحصل؟ ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. 26 من فاطر. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. تاني في 184 من سوره ال عمران، نفس القضيه، نفس الموقف، نفس المشكله. طيب تعالى بقى ايه، هل بقى نختلف معاهم ونخاصمهم ونضربهم ونقول لهم لا ومعلش بقيت بعيد عن سكتي وانت ما انتش فاهم حاجه؟ نقول له لا، فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين. ده في 147 من الانعام. وبعدين لو كذبوك تاني برضه، وان كذبوك في الايه 141 من سوره يونس، شوف بيقول ايه، اصل احنا ده كتابنا لازم نقول منه، لازم نتكلم بيه، لازم نقول للعالمين من خلاله، لازم يبقى تفكيرنا وكل حاجه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول ايه؟ المسلمين. مفيش، كل حياتي محياي ومماتي كلها من اول كله لله رب العالمين. فانت قدام مسلمه شرعيه دينيه. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. خلاص يا سيدي انت مكذبني، ما تدخلش بقى تشتم بالاب والام بقى، عيب. ادخل ايه؟ والله الراجل ده كذاب، بس انا يلا بقى ماليش دعوه. انت هتقول ايه؟ تقول برضه انت كمان تقول لي عملي ولكم عملكم، الراجل ده هو اللي يقوله على نفسه خلاص. لكن الناس تاتي فتكذب وتقول كلام مش مظبوط. ثم اما بعد، تعالوا نتكلم مع بعض فيما حدث وما اريد أن أنقله لكم ولحضراتكم في الأيام الماضية. نتكلم مع بعض. بنقول إن الحرب خدعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبنقول إن الدفاع عن الأرض والعرض والشرف والدين والنسل ضرورة من أجلها قامت الأديان ونزلت الشرعة ونزلت آيات الأحكام وفصلت من لدن حكيم خبير. والعقل كرمه المولى عز وجل تكريما كبيرا ووضعه في أعلى الإنسان، مش في قدمه ولا في ركبته ولا في دراعه ولا حتى في قبضة إيده، وضعه فوق لأنه قائد، وجعله يديرك ويسوسك، يسوس أفكارك بالسياسة وبالإدارة وبالحكمة، فيستخدم هذا العقل لإدارة الإنسان وإدارة الأزمات. ومن هنا بتكون الحرب خدعة، وبيكون العمل الفكري والعمل العقلي والعمل السياسي فرض عين قوي. حاول ما يمكن أن يقال، وهتحفظ على أكثر من 95% مما لا يقال. سافرت منذ فترة، منذ أيام، وإلى أماكن معينة، ليس من بينها نزلنا على أربع أشياء على موقعنا على الفيسبوك. قلنا الأستاذ بيقول لكم شكراً أنا كويس، وقلنا الأستاذ مسافر، وقلنا الأستاذ بيقول لكم أنا في بعض البلاد، وذكرنا 10 بلاد. 10 بلاد أوروبية وإفريقية وكده. بالمناسبة أنا ما روحتش ولا بلد في البلاد دي كلها. تعرضنا بقى لمتابعات وتعرضنا لمحاولات وتعرضنا لأشياء، وأنا رجل مقاتل الحقيقة، يعني أكاد أزعم هذا، يعني وأنا في 56 من عمري أنا رجل مقاتل.
وبحب القتال بالذات العقلي، واحب المعارك العقليه، واحب اخدها بشجاعه وفدائيه وبحكمه وبوعي وباقتدار. ف اغلب الناس طيبين ما بيستوعبوش قوي، وده مش عيب. كل الناس كل واحد عقله، ليست الاكواب كلها مقاس واحد، في كوب، في قدح، في سطل، في كيلو، في متر، في سنتي، في مكاييل ومقاييس مختلفه ومشارب مختلفه. فالناس تقول لك يعني ادخل في الموضوع، عرفنا ايه اللي حصل، الراجل ايه قال ايه، جاي معاك حاجه؟ ما ينفعش، ده ما ينفعش. اللي عاوز كده ما يعني ما لاقيش عندنا ده دلوقتي. فخرجت الى اماكن معينه بشكل معين، وضع جميل، برضو تمت ملاحقات ومضايقات ومتابعات وكده. وصلت لذروتها في اليوم اللي قلت لازم، يعني جاتني النصيحه والرؤيه والراي بان اعمل كذا كذا. رحنا منزل لكم فيديو ان الحق دلوقتي حالا، صدام حسين بيتكلم دلوقتي حالا في فبراير 2016. كل العالم والاجهزه والناس، انتوا على فكره اللي على الفيسبوك اصدقائي دول، انتوا اخر ناس بتشوف اي حاجه، مش تقليل ولا حاجه، لا، ناس افاضل. رغم الاول حال الحدث بيبقى عندكم، لكن في ناس معنيه بالامر قوي. فكله التفت الى الموضوع وقال لك مفاجاه، الصوت مشوش عليه، ايوه ده صوت صدام، ايوه ده. البعض قاعد بقى يتفزق، اه شوط قديم يا ابن 60 في سنه تاني، اه كلام قديم، اه بيقول ايه، مش سامع، ايوه ما هو صدام، ايوه بس انا في مأزق وعاوز اخرج من المأزق، مأزق كبير جدا. البعض بقى عاوز، بس اقول حاجه من هنا بقى لبعض الاجهزه المعنيه، ما هو انت، انا هغششهم، ما هو الترشيش ده حرفنا. ما انت ممكن مثلا تكون في لندن مثلا، وعاوز تخرج من لندن وانت معلوم انك دخلت لندن خلاص. طيب ما انت ممكن تخرج من لندن وهم ما يعرفوش من خلال ثلاث مناطق او ثلاث اشياء، مش مناطق سكنيه يعني او جغرافيه، من خلال ثلاث مناظير او رؤى. ممكن تبقى عندك جنسيه اخرى بريطانيه وتسافر بباسبورها من الداخل، او تركب تطلع اوروبا بقطار الشرق السريع من غير باسبورك بإقامتك البريطانية أو هويتك البريطانية، وتذهب إلى عواصم أخرى ومن هناك تركب بباسبورك البريطاني مثلا إلى أي مكان آخر من غير ما يعرفه. هذا واحد. اتنين، ممكن تهرب عن طريق علاقات كبيرة جدا 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 وواصلة وفاعلة جدا جدا من غير ما حد يعرف، باسمك بحالتك بدون جنسية. مش ممكن، ممكن يحصل بسهوله جدا ده، يبقى عادي جدا. وفي النهايه انت هترجع لندن وهتخرج من لندن فلان الفلاني زي ما انت بباسبور تاني. في طرق متعدده قوي لعمليه المرور والاجتياز والاختراق والابتعاد. المهم، فكان لازم يبقى فيه معركه للقاء الزعيم، وما احضرناه من الزعيم بالوثائق يفوق الخيال. سنوالي نشرها تباعا في وسائل متعددة بشكل معين، وده مش موضوعنا، لكن ما كان يهدد به الزعيم صدام حسين كل الحكام العرب جميعا أصبح في قبضتي، في قبضة يدي. هنا الأصل وليست صور، وهذا من فضل الله عز وجل ومن ثقة أبو عدي صدام حسين المجيد. أنا هنا الآن أنيس الدغيني معكم وبينكم، سنفتح ملفات مش حمراء، جهنم، مش هقول كل، هقول لمعظم الحكام العرب وعلى رأس الحكام العرب الولايات المتحدة الأمريكية. لا كرامة لأحد،
لا أحد فوق الحقيقة، لا أحد فوق الواقع، لا أحد فوق الوثيقة الأصلية الحقيقية. الرأي ده مش تهديد، ده فصل من المعركة، ده فصل من كتاب المعركة. الرئيس صدام حسين واحنا بنتكلم الأسبوع اللي فات في أبجديات المعركة سألته سؤال، قلت له هل أنت كنت رجل من رجال أمريكا؟ السؤال ده كان بيلح عليا أوي في الآونة الأخيرة، من هنا أجابني ومن هنا قال لي اتفضل اشتغل بالإيه؟ بالدور الجديد والكبير. شوف الحرب معلنة ازاي؟ شوف قمة الحرب جميلة ازاي وواضحة ازاي؟ شوف مفرداتها، دي اسمها حرب علنية، دي ما يقودهاش أي حد. الرئيس صدام حسين قال لي علاقتي بالولايات، قال لي الأول قبل علاقتي بالولايات المتحدة الأمريكية، قال لي مفيش سياسي في العالم ولا رجل شخصية عامة حجر او حكر عليه انه يتعامل مع ناس معينة، بس لازم يتعامل مع كل الناس وكل الافكار وكل الرؤى وكل التيارات من خلال فكره وايمانه ومقدرته وعقيدته. المهم عقيدته فين؟ عقيدته الدينية وعقيدته السياسية. وضرب لي امثلة مرعبة وامدني بصور مرعبة مرعبة مرعبة، ده فوق الوثائق الخطية المختومة المنورة الممهورة بتوقعات ملوك أصحاب جلالة وسمو وسيادة ونيافة وقداسة، ولا قداسة لأحد. الآن أتكلم، الآن أعلن، سموها كما شئتم، هفتح ملفات الحكام والملوك العرب الحمراء والسوداء بمستندات صدام حسين المجيد ابو عدي وقصي ورنا ورغد وحلا، البطل ابو عدي مش اشباه ابو عدي. قال لي اول علاقه بدات بيني وبين الامريكان بدات في شهر ديسمبر سنه 1983، دي اول علاقه بعد السلطة. بنتكلم البساط أحمدي وهنقول أسرار أحمدي. كانت تقريبا من كان يوم 19 و20، زاروا دونالد رامسفيلد في الزيارة المشهورة اللي بتشوفوا منها صورة كده، وكان مبعوث رسمي في الشرق الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية. زار الرئيس صدام حسين في حضور قيادات صدام حسين، وتم وضع أجندة سياسية معلنة وأجندة خاصة سرية. أمريكا بتقول تصورات بصفتها رئيس مجلس إدارة العالم، والداعية صدام حسين بيسمع عشان يبني سياسات مش منغلق. هقول لكم على حاجة، سنة 69 الرئيس جمال عبد الناصر سافر المغرب بعد ما اختار الرئيس بعد ما اختار أنور السادات نائب له، وسافر المغرب يحضر مؤتمر الرباط، القمة العربية في الرباط. روجرز وزير الخارجية الأمريكي جايب مبادرة اسمها مبادرة روجرز، عرضها على النائب أنور السادات نائب الرئيس في 69. فأنور السادات عارف إن جمال عبد الناصر بيقول لا أمريكا لا إسرائيل لا 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 لا. فلما مسك مبادرة روجرز بصفته النائب وقاعد في القاهرة في مصر، فقال لا لا نحن نرفض مبادرة روجرز، في حين إن أنور السادات بعدين لما عمل مبادرة السلام والاتفاق راجل سلام اهو،
بس رفض المبادره لان اعتقادا منه ان عبد الناصر بيقول لا لا لا. عبد الناصر لما جه قال له انت رفضت مبادره روجرز ليه يا ابني؟ انا كنت هوافق عليها. ايه ده؟ انا كنت هوافق. فانت ممكن اللي تفهمه غير القائد اللي يفهمه، اي قائد لك يعني. فانت ممكن تختلف معك الرؤى كمقود، تختلف عن فهم قائدك، فانت ممكن تتخذ قرار ويطلع قرار خاطئ. فالرئيس صدام حسين قال لي ان انا عملت اللقاء، قابلت بزياره دونالد رامسفيلد في 19-20 ديسمبر 1983 في بغداد، والتقيت بيه عشان اسمع واشوف الاجنده الامريكيه اللي رونالد ريجان الرئيس الامريكي بعتها لي، ودرستها وعرفت انا هبقى متوافق في ايه عشان المصالح السياسيه، ومختلف في ايه وهرفض ايه بالاجماع لان انا وطني. زي ما عبد الناصر ناقش وقعد مع الناس، زي ما السادات وزي ما القاده اي حد لازم تقعد مع خصومك. طيب خصومك عندهم مصلحه سياسيه وانت عندك مصلحه سياسيه مقابلك، ايهما يكون لاعب جيد؟ هي دي العبقريه. قال لي ده لقاء، اللقاء اللي غيره اللي بعديه مش هنقول التاني بقى، احنا قلنا لقاء حصل مع دونالد رامسفيلد. قال لي في باختصار قال لي في ثلاث مواقف سياسيه خطيره العالم ما يعرفش افكارها ولا ابعادها ولا ايه اللي حصل فيها غير انا اللي هو صدام حسين واصحابها. هقول لك على اسرارها بقى. قال لي قنابل، ده اللي بقولها لكم دلوقتي. قال لي اللقاء ده، عموما اللقاء ده رقم 2، كان في لقاء قبله في 79 عشان يعني ما ضيعش افكاره، لكن ده اللقاء رقم 2 اللي هو معلن، لكن لقاء 79 اللي قاله لي ما كانش معلن، عارفه اطار ضيق هقول لكم عليه. المهم يبقى اللقاء الاولاني بالامريكان كان في 19-20 ديسمبر 1983 بزياره دونالد رامسفيلد. اللقاء الثالث، ولسه هنرجع نقول اللقاء الاول حصل في ايه بعد شويه، اللقاء الثالث للرئيس صدام حسين، القائد صدام حسين مع الولايات المتحده الامريكيه اللي فيه مباحثات سريه، كان مع ابريل جليسبي السفيره الامريكيه في بغداد، وده كان توب سيكرت. خلي بالكوا بقى لان اللقاء ده فيه اسرار لسه ما حدش يعرفها خالص. اللقاء ده كان يوم 25 يوليو سنة 1990. السفيرة جاية برسالة سرية موجودة وتحت يدي، بتقول فيها من الرئيس الأمريكي إلى الرئيس صدام حسين إحنا هنساندك وهنغطيك وهنساعدك في ازمتك دلوقتي بعد خروجك من حربك مع ايران. الناس بتوع الكويت والخليج معترضين على انهم يدفعوا لك الفاتوره، لا انت كنت مقاتل وحاربت العدو ايران الكوخه. ده كلام امريكا يعني. فانت من حقك تاخد تعويض عن الحرب اللي انت كنت فيها حارس البوابه الشرقيه ضد الغزو والعدوان الايراني الفاحش. فاحنا بنقول لك اتفضل احنا معاك. واي نوت انك تدخل الكويت. ادخل خدها في نص ساعه. قال حاضر، فكره هايله. وحط في عقيدته انتوا معايا، انتوا مفيش مشكله، انتوا مش هتعملوا مشاكل، انتوا مش هتساعدوا الكويت. قال احنا اللي بنقول احنا معاك، احنا مؤمنين بقضيتك. ده اللقاء الثالث. نرجع بقى للقاء الاولاني، حصل في شهر يوليو برضو بس سنة 1979. فين؟ عند الملك حسين. زيارة سرية من الرئيس صدام حسين إلى الأردن، عمان.
مش حضروا الملك حسين، حضروا الرئيس صدام حسين مع عزة إبراهيم معاه وزير الخارجية وجالس الرئيس مع ثلاثة من كبار رجال السي اي اي. مباح، مشروع، متاح، كلام. عاوز اعرف خصومي بتفكر ازاي، لازم اقعد، مفيش مشكلة خالص، انا مش قاعد اعمل صفقة، مش قاعد اعمل حاجة سرية تضرني تضر بلدي. من عمر صدام حسين ما كان متآمر لا على دينه ولا وطنه ولا شعبه ابدا. واسألوا كثير من الشيعة المعتدلين، المعتدلين العاقلين، المعتدلين الافاضل اللي بيقولوا ان في ناس في بعض الناس افاضل في كل حاجه، حتى في اليهوديه والاسلام والمسيحيه وغيرها. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. في ناس كويسه وفي اكثريه وحشه. فعملوا ايه؟ اسالهم عن صدام حسين، يقول لك الراجل راجل حاكم عظيم ما جرش علينا، كان معتدل. في فرق بين الجديه والقوه وما بين الخنوع والخضوع والضعف والتخاذل والضياع لحرق البلاد. المهم عشان ما انتهش، صدام حسين جلس مع الثلاث قيادات، مع رئيسها رئيس السي اي واثنين من كبار القيادات في المخابرات الامريكيه. نعم، عاوزين ايه؟ ولسه في بدايه حكم. قالوا له ايران، ايران احنا جايبين لك ملفات ووثائق، ايران هتعمل غزو عليك بعد انت ما اخدت السلطه من احمد حسن البكر، وايران لها مطامع في والشيعه اللي عندك هيأيدوها. قال لهم ايه مصلحتكم في الكلام ده؟ قالوا له مصلحتنا احنا مش عاوزين قلاقل في المنطقه. قال طيب اللي بعده. وهو بصراحه انا ما بنحبش ايران. قالوا ايه تاني؟ قالوا احنا معاك، انت راجل عظيم. قال لهم طيب، شاكرين قوي على المعلومات القيمه، جميل جدا جدا. الرئيس عرف ان خصمه امريكا وخصمه ايران وخصمه اسرائيل بيفكروا له في مطبطهم لاحقا. على الجانب الاخر امريكا اوعزت الى خميني ايه الله منهم بان يبدا الحرب. الخميني بدا الحرب على صدام حسين، وصدام عنده معلومات لكن مش راجل معتدل. بدات المعركه اللي استمرت 8 سنين. الرئيس صدام دي كانت المرة الأولى اللي عارف فيها أشياء وجلس مع الناس دي. بيقول لي الرئيس صدام حسين الأسبوع اللي فات إن أمريكا بتعمل فرانكشتاين في المنطقة. عملوني فرانكشتاين، وعمل أسامة بن لادن فرانكشتاين، وعملوا دلوقتي بيعملوا عبد الفتاح السيسي فرانكشتاين. قلت له مش فاهم. قال لي يعني بيعملوا عدو كخة العالم يخاف منه، زي ما قالوا على البغدادي وعواقب. قال لي شوف كم مرة قالوا قتلوا أبو بكر البغدادي. أو الواد شغاله زي الفل موجود، بغض النظر نتفق نختلف. المهم إن أنت قدام أمريكا بتصنع شيء خرافي الناس تخاف منه، يخوفوا الناس عشان يقدروا هم لما يجوا يهاجموه ويضربوه يبقوا باسمهم بيخلصوا الناس من الراجل الكوخ. تعالوا بقى نرجع للقاء الثالث اللي حصل 25 ابريل 1990 مع جابريل جلاسبي السفيره الامريكيه. بيقول لي وانا مجتمع مع السفيره الامريكيه قطع الاتصال بينا في الكلام، مكالمه تليفونيه. قالوا لي يا ريس الرئيس حسني مبارك على التليفون في مكالمه خاصه وسريعه وعاجله وبيقول لك كلمه رد عليه دلوقتي. قلت لهم قولوا له لا اما يخلص اللقاء اللي معاه. قالوا له لا اما يخلص اللقاء. مبارك قال لهم انا عارف انه مجتمع مع السفيره الامريكيه جابريل ابريل جلاسبي. الرئيس صدام قطع، بيقول لي قطعت الكلام واجتماع وقمت اشوفه عاوز ايه، ده راجل عارف انا قاعد فين والاجتماع سري. شوف الامريكان، شوف شغل الافاعي والحواه، مش هواه ده شغل محترفين يا ابني. قلت له نعم. قال لي الاول انا عاوز شوف التناقض في شخصيه مبارك. قال لي صدام بيقول لي قال لي الاول انا عاوز بس اهنيك على العلاقه والاتفاق بينك وبين الامريكان
والرئيس بوش يعني مكلفني اسلم عليك واقول لك ما يعني خلي بالك من 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 من, من الاتفاق مع ابريل وبارك الامور وده حاجه كويسه. شوف بقى بقول له حسني مبارك ضحك قال لي قال ها 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 ها. انا مش عارف هو ايه اللقاء ولا ايه الاتفاق، بس عموما بوش قال لي اقول لك كده وانا بقول لك وافق على الاتفاق. خلي بالك حاجه تجنك، اعمل قط وكمل. بس عاوز اقول لك ان انا اتكلموا معايا الناس بتوع الكويت وبيقولوا ان هم هيدفعوا الفلوس وهيوصلوا معاك لحد، فهيقعدوا معاك يا يوم السبت يا الحد يا الاثنين اللي هم من بعد يعني بعد يومين ثلاثه في الطائف. قال له طيب، قال له هيقعد معاك رئيس الوزراء وولي الدفاع وولي العهد وهيجتمعوا معاك فايه قابلهم. قال له لا هبعت عزت ابراهيم. قال له طيب اوصل معاهم لحل لان هم ناويين يدفعوا الفلوس اللي انت قايل عليها. صدام قايل لهم عاوز 10 مليار دولار. المفاجاه الغريبه الرهيبه جدا ان حسني مبارك اللي قال له لصدام حسين في اللقاء 20 يوليو 1990 وبيكلمه في التليفون اثناء ما قطع اللقاء بينه وبين ابريل جلاسبي، قال له وافق على العرض اللي امريكا مقدماه، وبعدين عندي ليك حاجه ثانيه، الكويت بتقول لك احنا موافقين وهندفع لك ال 10 مليار دولار اللي انت طالبها تعويض عن دورك في المعركه مع ايران. 10 مليار دولار تعويض طالبها الرئيس صدام حسين. قال له طيب، اتفقوا على ان هيجلس ولي العهد رئيس الوزراء الكويتي مع المفروض كان يروح الرئيس صدام، قال لهم لا بواسطه سعوديه، وبعت عزت ابراهيم حضر اللقاء. التفاوض يعني. يشوف ايه الاتفاق اللي حصل اللي كان في الطائف. فشوف حسني مبارك ودوره المزدوج العكسي، يمين شمال، اقصى اليسار اقصى اليمين، حاجه غريبه جدا. طيب الرئيس صدام بقى بعد كده بعت كنا الكلام ده يوم 25 ابريل لما حصل الاتفاق، لقاهم الكويت بيقولوا له هندفع 500 ألف دولار بس، نص مليون دولار. 500 ألف، اتجنن الراجل. 500 ألف، انا قايل لكم 10 مليار تقول لي 500 ألف. بعد اسبوع بالظبط كان دخل الكويت واحتل الكويت. قاعد بيقول لي عرفت بقى ان انا مع يعني قضيه يعني عشان ان انا ايه مختلف معاه في مساله الكويت ودخول الكويت الحقيقه. وما زلت مختلف وسأبقى مختلفا. ففي لقاءات سريه للمصلحه العامه، في سياسات قويه للرؤيه العامه لقضيتك كمسلم وكقائد بتحبس. الرئيس صدام قال لي حاجات، قال لي خد عنك برهان الدين رباني القائد الافغاني الاسلامي الكبير التقى سرا برونالد ريغان سنة 86. المفاجأة بقى الشيخ أحمد ياسين قائد حماس في فلسطين قال لي علاقته بالأمريكان على أعلى مستوى كبيرة جدا 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 على أساس إن حماس تبقى تضرب الجانب العلماني اللي موجود في حماس وتبقى هي موجوده سلطه دينيه متفق عليه. رغم تقديري لتاريخ والراجل الشيخ احمد ياسين الله يرحمه. وتقتلوا اسرائيل بمباركه امريكيه. الراجل الجميل اللي انا كتبت عنه مقالات كبيره جدا جدا وزعلان وما زلت بطالب بالافراج عنه. الشيخ الدكتور حسن عبد الرحمن علاقته بالامريكان رفيعه المستوى جدا. حزب الدعوه حزب الاسلامي الحزب الاسلامي اللي في العراق علاقته بالاخوان المسلمين في مصر وفاتحين مع الولايات المتحده على اعلى مستوى جدا. فانت قدام منظومات سياسيه غريبه مرعبه. فباختصار حبيت اسلم عليكم واقول ان احنا رجعنا بسلامه الله، واقول ان احنا
حصلنا على ما نريد، واقول ان احنا حصلنا على ما نريد وانتصرنا على من بغى، وان شاء الله النصر الكبير القاهر الفاصل قريب. بس عاوز اقول لكم مفاجأة كبيرة جدا. الرئيس صدام حسين قال لي المملكة العربية السعودية في 5 سنين اللي فاتت عملت اشترت أسلحة ب$100 مليار في 5 سنين الأخيرة. $100 مليار. قال لي احنا فاتحين خطوط مش مع الملك سلمان. خطوط مش مع الملك سلمان، هو بيحب الملك سلمان جدا على فكرة. جدا بحبه جدا، بس مش فاتح خطوط مع الملك سلمان. والرئيس صدام حسين زار السعودية في الـ4 شهور الأخيرة، زارها ومكث فيها 9 أيام في زيارة كبيرة جدا جدا جدا. الرئيس صدام ليه رجال، الرئيس صدام ليه قادة، الرئيس صدام ليه أمراء، الرئيس صدام ليه ملوك ورؤساء وقادة كبار ما زالوا يحبونه ويؤمنون به ويعملون معه ويعدون معه. عاوز اقول ان كل الانظمه العربيه مخترقه، سواء مخترقه من امريكا او مخترقه من الرئيس صدام بفعل الشعوب. اللي بيراهن على الرئيس صدام حسين بيراهن على الشعوب العربيه، اللي بيراهن على الرئيس صدام حسين بيراهن على النصر، اللي بيراهن على الرئيس صدام حسين بيراهن على الحق والصدق والحقيقة. الرئيس صدام حسين قادم بجيشه وحده وحديده وانتصاره الوشيك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.